نرجع تاني لكأس الرابطة، ومعانا على الهاتف الكابتن الكبير كابتن كريم ذكري مدير الكرة بالنادي المصري البورسعيدي. كابتن كريم صباح الخير، مشرف ومنور. ازيك كريم، اخبارك ايه؟ اخبارك يا كابتن؟ والله الحمد لله في نعمة. يا رب دايما. النهارده تعادل ايجابي مع الاتحاد 2-2، مباراة كبيرة، احنا استمتعنا بالمباراة، ولكن اكيد انتوا كان نفسكم تكسبوا المباراة زي ما الاتحاد اكيد كان نفسه يكسب المباراة. طبعا يا كريم، بس انت عارف دايما ان مباراة المصري والاتحاد بيبقى فيها منافسة كبيرة جدا، مباراة ما تقدرش تتوقع نتيجتها، فانا اعتقد ان السادة المشاهدين اللي كانوا بيتفرجوا يعني استمتعوا بالمباراة، لكن صح. طبعا جماهير النادي المصري كانت بتسمع في المكتب، وخصوصا كمان ان احنا يمكن خسرنا من الاتحاد الماتش اللي قبل اللي فات في الدوري، خسرنا 1-0، خسرنا من المقصه المباراه الاخيره في كاس الرابطه، فيعني كان نفسنا ان احنا نكسب عشان برضو ايه المكسب كويس طبعا، لكن هي في الاول والاخر الحمد لله يعني نقطه كويسه، بتلعب فريق كبير، بتلعب فريق محترم، فريق لسه كسبان بيراميدز، واحنا عارفين بيراميدز فرقته عامله ازاي، فيعني كنا نامل في المكسب، لكن انا عارف ان التعادل مش هيدي غرور جمهور بورسعيد طبعا، لكن انا بقول ان لما بتيجي من هزيمتين وبتتعادل مع فرقه كبيره ومعاهم مدرب طبعا محترم زي كابتن حسام وكابتن ابراهيم، فانا شايفها بدايه نبني عليها. النهارده كمان في اكثر من لاعب بيشارك لاول مره زي اسلام طيب. الزين. انا هقول لك حاجه بصوت جماهير بورسعيد بصراحه. ايوه قول. داخل كاس الرابطه تمام، فرصة المصري ياخد بطولة، وجماهير بورسعيد وجماهير النادي المصري دائما تبحث عن بطولة، خسارة في المباراة الأولى وتعادل في المباراة الثانية، وأنا حسيت أنا لو أنا هشجع المصري أو أنا مشجع للمصري إنه لا، المصري مش داخل البطولة عشان ياخدها. لا خالص، احنا داخلين على البطولة عشان ناخدها. خلي بالك يا كريم، أنا عايز أقول لك على حاجة، أنت لو بتلعب ماتش ودي ماتش ودي مذاع وجماهير النادي المصري بتتفرج، فهي ضغطك أصلا عشان تكسب الماتش الودي. صح صح. ما بالك بطوله رسميه احنا وصل لنا احساس الجماهير. طبعا النهارده بشكر الجماهير اللي جت تأزر فرقتها، وكل ماتش بتعادلوا على كده، بس النهارده كان في مطره كتيره جدا، فرقه جمهور مسافر من بورسعيد لاسكندريه حوالي 3 ساعات ونص في عز البرد، فطبعا بشكرهم. الجماهير دايما ضغط النادي المصري، ضغط المنظومه عموما، ودي حاجه ايجابيه، انا شايفها دايما حاجه ايجابيه، حاجه بتضيف للفريق. صح. فايا كان البطوله اللي تحت اي مسمى اللي احنا داخلينها، لا احنا داخلينها عشان ننافس، احنا دايما بنحاول نرضي جماهيرنا، فجماهيرنا ما بتقبلش في حاجه غير الفوز. ايه الاليات او ايه الادوات اللي احنا بنشتغل فيها؟ هم ما بيفكروش في حاجه غير المكسب، دي حاجه جميله جدا بصراحه. صح. طب هل هناك ما ينقص النادي المصري في اللحظه دي انه يكسب البطوله؟ هل في عوامل ممكن ما تخليكش تخسر؟ هل في مثلا اصابات، غيابات كتيره؟ هل في ازمات من اي نوع؟ هل في اي حاجه تمنع؟ لا خالص، لكن هي المشكله في الفتره اللي فاتت الاخيره، ان كان في فراغ اداري، انت عارف طبعا النادي المصري كان في فراغ اداري لمده 15 او 20 يوم، دي اللي كانت مأثره شويه على الصفقات، لكن الناس بدات تتحرك، مجلس الاداره بباشمهندس سمير حربيه والمشرف على الكره الحاج عاطف مبروك، فلا في حاجه كتير جدا كويسه الفتره الجايه بتتعمل، الاسبوع ده المستحقات المتاخره للعيبه كلها هتكون موجوده، لكن كان في رساله واضحه من مجلس اداره النادي المصري لما قعد معانا انا والكابتن معين اول امبارح، ان دايما احنا بنوفر طلبات اللعيبه وبنحاول بكل جهدنا ان احنا نوفر طلبات اللعيبه، ده حق اللعيبه، لكن دايما النادي المصري ليه حق عليكم انتوا واللعيبه، فدايما حق النادي المصري لازم يوصل اول باول، النادي المصري حق النادي المصري ان دايما احنا باصين للمكسب اللي انا اتكلمت معاك فيه دلوقتي يا كريم. صح. حق النادي المصري ان لو اي لعيب شذ عن القاعده مش مقدر قيمه الجماهير ولا قيمه النادي المصري، لا في عقوبات، وده اللي حصل مني انا والكابتن معين في الفتره الاخيره، عملنا مذكرات بخصم يمكن اكتر من لاعب، يمكن انت عارف اللعيبه اللي معايا كلها رجاله بصراحه، يعني لعيبه محترمه جدا وبتحب النادي بصوره كبيره، وبيستحملوا في وقت من الاوقات حاجات كتيره جدا عشان بيحبوا النادي المصري وواثقين في النادي المصري ومجلس اداره النادي المصري، لكن وارد ان لعيب او اثنين بيشذوا عن القاعده، لكن اتطبقت عليهم اللائحه والناس رجعت تاني مفيش مشاكل، فالمجلس الاداره ما تواناش يعني، مضى الخصومات على طول ودعمنا وقال ده اللي المفروض يحصل ان شاء الله دايما. مظبوط كابتن. فما فيش، انا مش شايف ان في حاجه ناقصه النادي المصري غير ان احنا برضه ماشيين في الصفقات بشكل كويس، وحته المستحقات لا ان شاء الله تنزل اللعبه كلها قريب وخلال الاسبوع ده باذن الله. الكابتن كريم ذكري مدير الكره بالنادي المصري، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.